spin. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من الملعب، يوم ساخن في الرياضة السعودية. اليوم نحمل هذا الشعار وهو شعار جمعية الأطفال المعاقين في اليوم العالمي للمعاق، تقديرا منا ووفاء بحق هؤلاء الذين نعيش معهم ولهم، نتمنى لهم دائما الشفاء العاجل، وننظر لهم ليس بنظرة الذي يعني يعطف ويشفق، وإنما هي نظرة الفخر والاعتزاز بهؤلاء الذين يحملون كل هذا الابتلاء، ومع ذلك هم يصبرون ويسيرون في حياتهم ويحققون، بعضهم يحقق حتى نجاحات، حتى أصبح بعضهم يسميهم ذوي القدرات الخاصة وليس العكس. نحمل هذه شعاراتنا وضيفي اليوم تقديرا وإكراما منا لهم، وهم يستحقون أكثر من ذلك لا شيء، بالتأكيد هذا يعتبر مما يقدم لهم من آخرين. إلى العناوين. الرئيس العام: لا خوف على الكرة السعودية ولا لتأجيل الانتخابات. نواف بن فيصل يدعو إلى إغلاق قضية الرشوة إعلاميا. الأخضر يختبر جاهزيته أمام زامبيا حصريا على الرياضية. موقوف ينقل كريري إلى الهلال والنصر والأهلي. بصدارة الهدافين ويسلي يقود الهلال إلى صدارة الدوري. الرائد يكتفي بنقطة من الاتحاد. ثلاثيات الأهلي تتواصل وفيكتور يلحق الشعلة بالاتحاد. في كأس العرب سهلة للنصر وقريبة من الفتح. فتح الجبال: البطولة العربية لم تبدأ بعد. سفير الجنوب يستقبل ضيوفه على الطريقة النجرانية. من هذه العناوين إلى التفاصيل، قبل ذلك أرحب بضيفينا في الاستوديو، الرئيس التحريري صحيفة واي سبورت الإلكترونية الزميل سامي اليوسف. مساء الخير ويوسف، أهلا وسهلا فيك. مساء الخير عادل، وشكرا على الاستضافة، وشكرا حقيقة لتقديرك الفعل الغالية وجهود جمعية الأطفال المعوقين. شكرا لك أنت اللي أحضرتها لنا، يعطيك العافية. هذا واجبنا، الله يسلمك. شكرا لك سامي. وضيفنا في جدة الكابتن حمد الصنيع المحلل في القنوات الرياضية السعودية واللاعب والإداري السابق المعروف. مساء الخير أبو حنين، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا عادل، أحييك وأمسي عليك أنت وضيفك الأستاذ سامي وجميع المشاهدين. أهلا بكم. أنا أبدأ الحلقة كويس معي اثنين رشيقين، يعني عشان نحتاج إلى نكون سريعين في الحلقة، باستثناء طبعا مخرجنا اليوم اللي مو برشيد علي المالكي. أولا بالحديث اليوم للأمير نواف بن فيصل بعد أو عقب ترأسه للجنة الأولمبية العربية بمكتب سموه اليوم بحضور الأعضاء مجلس الإدارة للجنة الأولمبية السعودية. الاجتماع شهد اليوم عدد عديد من الأمور، وسنستمع الآن إلى حديث للأمير نواف بن فيصل عقب الاجتماع في جزئه الأول.
أولا الحقيقة كما أعلننا في اجتماع سابق تم إقرار الهيكل الإداري الجديد للجنة الأولمبية السعودية، وسيعلن في بيان مفصل هذه الهيكلة الإدارية الجديدة التي نأمل إن شاء الله أنها تحسن في أداء العمل. وأيضا تم اعتماد شعار جديد للجنة الأولمبية السعودية، ولا شك تعرفون أن الشعار يساعد في التسويق وخلافه من الأمور والتجديد والتحديث. الأمر المهم الحقيقة واللي أنا يعني يمكن سبق أن أعلنتها في اجتماع سابق لكن اليوم أؤكدها، حقيقة إحنا صادفنا الكثير من الحالات الإنسانية، ويعني بعض الرياضيين اللي يعني ظروفهم كانت صعبة وتعرضوا إما لحادث أو لأمراض مستعصية أو للوفاة، فالحقيقة ما كان في آلية تساعد على هؤلاء الرياضيين اللي خدموا وطنهم في تقديم لهم الخدمات اللازمة. طبعا تعرفون أنشئ صندوق الوفاة اتحاد القدم سابقا، فالحقيقة اليوم تطويرا للعمل جعلنا صندوق الوفاة واتفقنا على مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية أن يكون على مستوى جميع الاتحادات والأندية الرياضية، بحيث يشمل كل الرياضيين من لاعبين وحكام ومدربين وإداريين والجميع والعاملين يعني عموما في الوسط الرياضي. هذا أقل ما نقوم به اتجاههم. طبعا مصادر تمويل هذا الصندوق ستكون مصادر من التبرعات والهبات كما هو عادة مثل هذه الصناديق، وسيكون هناك مجلس زي ما تقول شرفي أو سيدرس الآن آليته، لكن سيكون من أهل الخير ورجال الأعمال يساهمون فيه. أيضا سيكون هناك مداخيل من الاتحادات الرياضية، يعني العقود الاستثمارية والأشياء الإضافية كمداخيل للاتحاد سيقتطع منها يعني جزء لا يقل عن 2.5% من هذه المداخيل لكي يكون مساهمة اجتماعية من الاتحادات، والجميع وافق على هذا الكلام. النقطة الأهم الحقيقة أن جميع العقوبات المالية التي تصدرها اللجان المختصة في الاتحادات، كل هذه العقوبات المالية التي تصدر ستوضع وتكون ريع أساسي للصندوق. في الجزء الآخر مع الزملاء راشد القعود وعبد الله الحرازي تحدث الأمير نواف عن مواضيع أخرى تخص الانتخابات، وأيضا موضوع الرشوة الذي ظهر مؤخرا الأمير نواف يطالب. النقطة أيضا المهمة هي ناقشنا اللائحة الأساسية للاتحادات الرياضية. طبعا اللائحة القديمة الحقيقة لها سنوات يعني كبيرة حوالي 20 سنة، الآن الحقيقة تم تطوير هذه اللائحة لتساعد الاتحادات في آلية عملها. أبرز الأمور في هذه اللائحة أن سيكون هناك جمعية عمومية لكل اتحاد أولمبي وكل اتحاد ينطبق عليه الانتخاب. الشيء الثاني تنظيم آلية العمل والعلاقة ما بين مجلس الإدارة كل اتحاد واللجنة الأولمبية السعودية وجمعيتها العمومية، ويكون في هناك آلية واضحة. الشيء أيضا المهم هو يعني وضع توضيح من مواصفات واضحة للي يستطيعون يتقدمون للانتخاب من عدمه. طبعا ترك الجمعية العمومية اللي تعقد بعد شهرين، احنا الآن رفعنا كتوصيات الجمعية العمومية للجنة الأولمبية السعودية اللي هي طبعا فيها جميع رؤساء الاتحادات الرياضية وأهل الخبرة الرياضية، سيترك لهم أو هذا حقهم بالأصح الموافقة على هذه اللائحة الجديدة. اليوم أنا يعني أطلب من الجميع، كل من هو لديه القدرة وموهوب ولديه الخبرة في أي لعبة من الألعاب يعرف أن مكانه في الانتخاب جاهز، وأن لديه الآن القدرة للتقدم والترشح. ولكن على كل حال أنا يعني أقول أنه يمكن الآلية اللي طلع فيها الموضوع علينا ملاحظات عليها، أبواب الرئاسة سواء مكتبي أو جميع المسؤولين سواء في مكاتب رعاية الشباب المسؤولين عموما، أي لاعب أو إداري أو حكم في هذا الشأن أو غيره من الشؤون، أبوابنا مفتوحة. يعني كان المفروض يتقدم إلى الجهة المختصة في الرئاسة أو نرغب إلى الجهة المختصة في الجهات الأمنية أو الجهات القضائية مثل هذه الحالات، أفضل من التقدم بمعلومة غير واضحة المعالم وتجعل هناك لغط بدون معرفة الأشخاص يعني في مثل هذا. ولاحظوا يا أخوان أن فيه أمر صادر واضح أنه أي قضايا
تمس يعني الأخلاق أو الشرف أو غيره لا يسمح بالنشر فيها، وهذا قرار صادر من الدولة لا يسمح بالنشر فيها أو بأحكام القضائية اللي تصدر على الناس. ترى هذا يعني لابد الرجوع من القوانين لا يصدر. فأرجو من الناس يثقون أن لا يمكن جهة في الدولة عموما تقبل بأي نوع من لا سمح الله التجاوزات، ولكن يجب أيضا اتخاذ الطرق النظامية. على كل حال بغير اللي الحقيقة منشور في الصحيفة، أنا أنتظر أيضا من اللاعب أو كذا إذا كان يرغب في رفع شكوى رسمية إما أن يتقدم لنا أو يتقدم الجهة الأمنية، وهذا الحل أظنه النظامي والأمثل. ولا الحقيقة أنا على اتصال دائم مع الصديق العزيز سيد بلاتر، وهذه الصداقة لا ترتبط بأي شيء آخر. فالحقيقة بعد يعني الخطاب اللي جاء مؤخر الاتحاد القدم، وكما تعرف احنا في الرئاسة واللجنة الأولمبية نحرص دائما على حماية جميع الاتحادات وتأمين اللازم لها، فمبدأ من هذا المبدأ حرصت على التواصل مع رئيس الاتحاد الدولي. والحقيقة يعني الإنسان لما تابع يمكن القلق اللي موجود في الشارع الرياضي، وجدت من بلاتر الحقيقة كل التطمين، وقال لي بالعكس يعني هذا بس أمور إجرائية عادية كونها أول جمعية بهذا الشكل وأول انتخابات، فإحنا حريصين في الاتحاد الدولي على أن الانتخابات لا تتأخر وستمشي الأمور على ما يرام. والحقيقة أنا بعثت برسالة أيضا مفصلة مكتوبة له وسينقلها الأخ أحمد عيد رئيس الإدارة المؤقتة. أنا متفائل إن شاء الله أن الأمور ستكون مرضية جدا، والانتخابات ستقام إن شاء الله في وقتها أو بتأخير فترة بسيطة. هذا الحديث الأمير نواف اليوم كان للقنوات الرياضية لبرنامج الملعب. أترك لسامي اختيار ما شاء والتعليق عليه في هذا الحديث. طبعا بتكلم عن المحورين الرئيسيين. أنا أولا أضع عنوان رئيسي، دائما أتفائل بحديث سمو الأمير نواف بن فيصل. أنا معجب جدا باهتمامه وملامسته يعني لأبرز يعني القضايا التي تمس الشأن الرياضي. طبعا نتحدث أولا عن إشهار الشعار الأولمبي الجديد أساسا في الاجتماع اليوم. أيضا نتحدث عن إقرار صندوق أو توسيع نطاق صندوق الوفاء لكي يشمل جميع اللاعبين سواء في الاتحادات أو الأندية. أنا هنا أطالب أيضا بعد هذه المبادرة الجميلة حقيقة أن توضع آلية أو شروط تحدد اللاعبين الذين يستفيدون أيضا من هذه أو من هذا الصندوق. نعم. أيضا اللائحة الأساسية بعقد جمعية عمومية لكل 4 سنوات لأي اتحاد أولمبي، وهذا أمر جيد. يطالب أيضا اللاعبين أصحاب الموهبة وأصحاب التجربة الانضمام للاتحادات عبر الترشيحات. لدينا لاعبين حقا بارعين متميزين في الألعاب الفردية مثلا، نتمنى أنهم أن يبادروا الآن بعد هذه الفترة. القضية اللي بعد كذا تكلم عن انتخابات، احنا طبعا التأجيل الأخير هذا أتمنى أن يكون هو الأخير، وأن يعني نضم صوتنا إلى صوت الأمير نواف لحسم هذه المسألة التي قد يعني تعطيلها وتأخيرها يعطل أمور أخرى تمس مستقبل ويعني مصلحة الكرة السعودية. الأهم أيضا نقطة الأخيرة تحدث عن قضية الرشوة. طبعا ما في شك أنا يعني اللاعب صاحب القضية، أنا كنت أستغرب حقيقة وأضع علامة استفهام عريضة كيف له أن يتجه إلى صحيفة ولا يلجأ إلى الجهة الرسمية ممثلة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب أو الجهة الأمنية أو القضائية في مثل هذه القضايا. أن تتجه إلى صحيفة تثير قضية بلا اسم وبلا أي معلومات يعني مجهولة لدى المتلقي الذي هو الأهم. ولكن احنا نأخذ الجانب الإيجابي من العملية، أنه هذه الإثارة لفتت الانتباه إلى وجود قضية مهمة تمس نزاهة وعدالة المنافسة. نتذكر يوم أمس كيف أصدر اليويفا خبر إيقاف لاعب منتخب مالطا من 10 سنوات مدده إلى مدى الحياة نظرا للتلاعب في نتائج مباريات. نتحدث أيضا عن الدوري الإيطالي. يجب حقيقة حسم مثل هذه القضية، ولكن يجب ألا نزيد ونعيد في مثل هذه المسألة. قضايا مثل هذه قد تؤثر يعني إثارتها بطريقة ليست من المختصين أو المؤهلين أيضا لإثارة الكثير أو المزيد من البلبلة. بس لو ما أثيرت إعلاميا لربما اختفت. أنا قلت لك قبل شوي يعني أن نأخذ الجانب الإيجابي، أن إثارة الموضوع يعني لفت الانتباه
إلى الجهة الرسمية ممثلة بصاحب سمو الملك الأمير نواف بعد ما تدخل في المنصة وتم تفعيل الآن. الآن ندع القانون أو الشرع يأخذ أو الإجراءات المتابعة. بس أنت ما تقول يعني أنت إعلاميا ممكن تناقشها في صحيفتك تطرحها ولا تشوف أنه لا من المفترض أنه ما تكلم في الموضوع لين يظهر أن والله إحنا أنا أتعامل معها كخبر. إيه؟ أنا أتعامل معها كخبر أنه يعني أنا ما أبغى أرجع إلى فتح ملف هل هو عمل مهني أو احترافي أني أنا أثيرها بالطريقة اللي أثرتها الصحيفة الإلكترونية. لكن أنا أقول أنه أأخذ النصف المملوء طبعا من الكوب. كلام غير مقبول في هذا الجانب بصفتك يعني منافس. أنت ما تقدر لو قلت كذا ما يقبل منك بصراحة. لا أنا ما أبغى أتحدث أنا أصلا يعني ما هو من المهنية أني أنا قاعد يعني أنتقد زملاء في يعني أنت ناوي تنتقد. لا أنا أقول لك أنا بغى أخذ الجانب الإيجابي. أنا أركز على الجانب الإيجابي ما أبغى أركز على الجانب السلبي. طيب. إنه إثارة مثل هذه القضية جعلت الرجل المسؤول الأول عن الرياضة يلتفت لهذه القضية ويطالب اللاعب بإحضار أدلته. ولكن أنا أقول لك يجب كان على اللاعب ألا يلجأ إنه يذهب أصلا. طيب أنت جاتك وعندك إثباتات تطلعها كيف؟ أنت جاتك الموضوع هذا في صحيفتك وعندك إثباتات تطلعها؟ أطلعها بالاسم لكن مو بالطريقة التي نشرت يعني إنه كلها الغاز ما عرفنا يعني من إذا رفض اللاعب ذكر اسمه ما أنشرها. ما يمكن يعني أقول جاني عندك أنت إثباتات جاني لاعب ما أبغى أقول اسمه يا جماعة وقال إنه في رئيس نادي ما أبغى أقول اسمه عليه اعذروني يا جماعة إنه عمل طيب وش الكلام هذا؟ ما هو عمل يعني مهني صرف. لكن أنا بقول لك ننسى هذا مصادر تؤكد عن نية أشخاص آخرين للعمل بالقيام لا مثلا يعني لما أقول لك أنا عندك نية إثبات علمت مثلا واي سبورت أنه إدارة الاتحاد تنوي إنهاء التعاقد من مصدر أنت نشرت خبر لكن أقصد في النهاية أنه أحيانا يكون في مصلحة من عدم نشر الاسم. اللاعب نفسه يرغب في عدم ذكر اسمه حتى لا يتعرض ربما لا شوف يمكن يعني معلش. يخشى على نفسه من شيء ما انا ما علي من لا انا علي من قيمي الاساسيه كمهني وصحفي وعلي من سياسه الصحيفه اللي انا طيب. انضوي تحت لواء طيب عموما احنا يعني في النهايه بس انا برجع اقول لك ترى احنا نركز على الجانب الايجابي صحيح طيب إيه؟ وانا في النهايه يعني احترم كثيرا الصحيفة سبق وبالتأكيد لكل صحيفة طريقتها في التعامل مع الخبر. أذهب لك حمد وخذ ما شئت من حديث الأمير نواف وعلق وأؤكد هنا بأن لا أدري إن كنت تتفق معي أو لا بأن تفرغ الأمير نواف نوعا ما يعني أو قلت الأعباء عليه بعد أن ترك اتحاد الكرة وتوجه إلى اللجنة الأولمبية التي هي مظلة لكل الألعاب ربما سيعطي هذه اللجنة حيوية أكثر. تتفق معي في ذلك؟ أول شيء خلينا نقول اللي ما اتفق معك أنت قلت مرارة مشوار طويل لا تستنزف لياقة سامي من بدري أيوة هذه حركات هذه متفقين وياك عليها طبعا تفضل فالشيء الثاني أنا أتفق معك تماما. أنا أعتقد أنه بصمات أو وجود الأمير نواف وتفرغه للرئاسة العامة واللجنة الأولمبية بكل تأكيد أعاد عمل نوع من الثورة في عدد تنظيم ملفات كثيرة واتحادات كثيرة حتى الأمور الإدارية التنظيمية بالنسبة للاتحادات من النواحي الانتخابية. أعتقد أنه حتى كمان صرح فيها وأكدها الأمير نواف قبل شوية أنه هم معنيين بتوفير كل احتياجات الاتحادات سواء من القدم أو كل الألعاب كل الاتحادات الموجودة اللي تقع تحت مظلة اللجنة الأولمبية وبالإضافة للرئاسة العامة من ناحية المنشآت وهذا. ففي دور استراتيجي وحيوي ومهم جدا مهتم بالتنسيق وتنظيم وتجهيز كل الالتزامات. أنا أعتقد أنه هالدور هذا حيكون حجر الأساس لمستقبل الرياضة. أنا أعتقد وأتمنى وأتوقع إن شاء الله بإذن الله أنها حتكون أفضل بكثير ومواكبة للمرحلة القادمة إن شاء الله. طيب ما راح أستنزفك لأني بعد شوي بخليك تفك سبرنت على موضوع طويل بوفرك شوي بريح أبو يوسف في موضوع ثاني يعني يصلح لك حمد. خلينا نشوف الآن موضوع المنتخب تحت 22 سنة والذي بقيادة خالد القروني في الدمام يعسكر استعدادا لبطولة غربي آسيا. غدا سيلعب مباراة مع زامبيا وستكون منقولة على القناة الرياضية الثالثة حصريا الساعة 5:30 مباراة السعودية وزامبيا التجربة الأخيرة قبل بداية البطولة. فيصل القحطاني زار معسكر الأخضر قبل بداية هذه البطولة وقبل آخر مباراة ودية.
هذه الفترة الماضية. الحمد لله يعني لعبنا مباراة من هذه الاتفاق الماضية، كانت مباراة جيدة، يعني الجهاز الفني راضي عنها، يعني هي قاعد الجهاز الفني يعمل أن يخفض انسجام بينهم، هذا الأهم لدينا من فترة الإعداد خاصة المرحلة الثانية القصيرة. أنا شيء يعني مو يمكن مو أول مرة أنضم للمنتخب السعودي، بس يمكن أول مرة يكون في خليط من مجموعة العشر الأول لعيبة أولمبي، وأنا الحمد لله يعني بعد توفيق من ربي ودعاء الوالدين الحمد لله يعني تم استعادة المنتخب، وأنا أشكر المنتخب الجنوبي على فقته هذه اللي دان هي، إن شاء الله تكون قد اتفق إن شاء الله. طبيعي يعني هناك بطيئة أكثر من هنا، تمارين أقوى، لعبة أقوى وأسرع، يعني كله مهل أنك تصير لاعب، مو يعني العكس بدأت الضباطية يعني هناك أشد منها. مرة مركزين على الضباطية أكثر أيوة من لقية هناك؟ أكثر شيء مركزين على الضباطية يعني أكثر مرة بزيادة مركزين. طيب لا الحمد لله مفتاح نفسي أنا كل شيء بالعكس ما في غرفة عادي متعودين على الضباطية. طيب والله بصراحة أشوف الانسيام أنا مستوى جيد صراحة، يعني الحمد لله يعني في أكثر من لاعب انضم، كابتن سام وكابتن أحمد القيادي وكابتن بدر خميس، شوف المجموعة تجاوبوا مع بعض، تجاوبوا معنا بطريقة أسرع يعني الحمد لله، شوف الوضع يعني الانسجام يعني على مستوى جيد صراحة. والله بصراحة ما أقول شيء يعني، شوف من ناحية الموهبة ما هو موجود عند اللاعب السعودي، لكن في فروقات هي اللي فرقوا عنها فيها كثير، يعني من ناحية الانضباط، حضور التمارين، جدية في التمارين، انضباط خارج الملعب، هذا الشيء اللي يعني ينقصنا كثير صراحة، يعني هذه النواحي اللي أعتبرها أنا بس اللي تفرق يعني من ناحية الانضباط والاجتهاد ونفس اللاعب يعني واهتمام برضه من النادي ومن اللاعب نفسه. والله بصراحة بالعكس هذه طموحي وأنا صغير وحلمي أعتبره، وإن شاء الله نستمر هناك إن شاء الله على طول إن شاء الله. أتمنى أنك تتفق وياك. نذكر أن المباراة غدا سوف تكون منقولة على الرياضية الثالثة حصريا لاستعداد المنتخب، نسميه منتخب غرب آسيا لأنه في لاعبين عدد من اللاعبين ليسوا فوق هذا العمر، ولكن الغالب فيهم أنهم يستعدون لكأس آسيا للبطولة المستحدثة بقيادة القروني في آسيا بطولة تحت 22. ما أعرف سامي كيف ممكن هذه البطولة تكون يعني مفيدة للمنتخب بهذه الأسماء وبهذه القائمة التي يقودها القروني؟ طبعا احنا سمعنا تصريح الأستاذ محمد المسحل أنه بعد أول الذين شاركوا في مباراة الأرجنتين هم سيكونون النواة الذي يعتمد عليهم المنتخب السعودي في قادم المشاركات، وهي الأهم بالنسبة لنا التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس أمم آسيا بأستراليا 2015. فبعد ما إعلان مجموعتنا كانت مجموعة قوية طبعا تفاءلنا بهذا الأمر، مثل هذه البطولة أكيد طبعا يمكن تعزز من الرؤية الفنية للمدرب وما إلى ذلك، لكن أنا بركز على اختيارات المدرب القروني. القروني أولا من المدربين الذين يعني نشيد فيهم وبنتائجهم وفي إعدادهم للاعبين أيضا ومقدرته على تقديم مستويات أو المنتخبات تقدم معهم مستويات دائما جيدة، واختياراته دائما تكون صائبة يعني فنيا. يمكن اختار الدمام لقرب المعسكر مع أجواء الكويت، اختار منتخبين اللي هم زامبيا و مع الاتفاق مع الاتفاق وزامبيا، كان هو اختار منتخب قال لي بس ما أذكر انه على نفس اداء ومستويات المجموعه اللي يلعب فيها اللي هي البحرين واليمن وايران. مباراه زامبيا بس انه المنتخب تايه ما بين جيلين، ولا هذا طبيعي في مثل هالبطولات؟ والله هو قال لي انا اتذكر لما كان معسكر في الرياض تواصلت معه كثير، قال لي انه يعني اذكر كان في صدد انه يختار اسامه هوساوي ومجموعه من اللاعبين عددهم لي تقريبا 4 أو 5 على راس اسامه هوساوي انه لتدعيم انه احنا يعني تحسب علينا المشاركه في بطوله غرب اسيا انه كمنتخب اول، فيجب ان نظهر بمستوى ونتائج تكون يعني المصلحة وتمس يعني مشاركة المنتخب السعودي. مباراة زامبيا أعتقد بكرة هي المحك الرئيس في عملية الهوية الفنية أو التشكيل اللي بيلعب فيه. طيب البطولة يعني اللي تبتدي يوم أعتقد الجمعة يمكن أو سفر يوم الجمعة.
حمد نفس السؤال أسألك، هذا المنتخب هو استعدادا لبطولة، حسب المعلومات استعدادا لبطولة كأس آسيا المستحدثة لعمر 22 أو تحت 22 اللي يعني استحدثت أخيرا في مسابقات الاتحاد الآسيوي. في نفس الوقت مثل ما قال سامي القروني يعني أيضا سيشارك باسم المنتخب الأول، وبالتالي ربما اضطر إلى هذا الخلط. هل تتفق مع هذه النظرة، وكان من المفترض أن يذهب بمنتخب محض تحت 22 استعدادا للبطولة القادمة وهي الأهم؟ لا بالعكس، يعني دمج الخبرة مع الشباب في هالبطولة هذه من الممكن أن يكون لها فوائد إيجابية كثيرة، بالإضافة أنه حتى الأسماء اللي اختيرت كفريق أول أو أسماء لاعبين كبار ما فيها تعارض مع الأندية أو مشاركات الأندية في خلال الفترة الجاية. نعم. وهذا الشيء كمان يحسب على الاختيارات اللي جت. نعم. وهذا يعني على أساس لا يكون في توقفات في الدوري أو المسابقات المحلية أو حتى ضرر بالأندية بالنسبة للاعبين اللي يحتاجوهم. فأنا أعتقد حتى كمان هذا تجهيز لبعض اللاعبين اللي غالباً ما حيشاركوا في الفترة هذه، وهذا شيء برضو إيجابي. أنت في النهاية تبحث عن إعداد لاعبين. طيب. يعني أنت بكل تأكيد تتمنى البطولة، لكن مش الهدف الأساسي البطولة، الهدف هو إعداد مجموعة من اللاعبين، إعداد مجموعة من المنتخب الـ 22، إعداد مجموعة من اللاعبين للمنتخب الأول لبطولة الخليج وما واللي بعدها التصفيات لكأس آسيا. طيب وضحت الصورة. بنتقل لموضوع ثاني حمد، وهو اللي يبغاك يعني نستفيد من وجودك بخصوص الاحتراف واللاعبين. فيما يخص اللاعب سعود كرير، اليوم انتقل من أمس إلى اليوم إلى 4 أندية، وما أدري يمكن الخامس يطلع بعد شوي، ولا أعرف حقيقة، ما أعرف إذا كانت هذه الانتقالات حقيقية أو أن هناك عروض، لكني يعني سأعطيكم المعلومات التي يعني تأكدنا من مصادرنا. اللاعب عنده عقد بينه وبين النادي، في العقد طبعا انسوا موضوع ان الراتب 3 شهور ما ياخذه يحق له فسخ العقد، هذا مش موجود في العقود المحليه اللي هي تبع لائحه الاحتراف السعوديه، هذه المعلومات اللي عندنا وحصلنا عليها. موضوع انه هو بينه وبين النادي عقد، وفي دفع مستحقه 1,400,000 تقريبا، والدفع الثانيه 3 مليون في العقد في تواريخ معينه. متفق هو سعود كريري مع النادي اذا لم يتم الدفع في هذا التاريخ يتم مخاطبة النادي، وخلال شهر من تاريخ الخطاب إذا ما وصل المبلغ لحساب اللاعب يحق للاعب فسخ عقده، هذا اللي موجود. المعلومة اللي عندنا مش فسخ عقد، حسب نظام الاحتراف السعودي حسب اللائحة أنه يحق له المطالبة بفسخ عقده، وهنا في فرق، يعني هو يحق له لكن لا يستطيع أن يفسخ العقد، يحق لها المطالبة. كيف يتم ذلك؟ يتوجه إلى لجنة الاحتراف ويطلب فسخ العقد، ولكن لجنة الاحتراف تنظر في الموضوع، وفي الغالب خلنا نكون أيضا واضحين في هذا الجانب، لجنة الاحتراف تقف في صف الأندية نوعا ما. لماذا؟ لأن الاتحاد السعودي أو الأندية لديها حقوق كثيرة عند الاتحاد وعند الرئاسة، إعانات الاحتراف، حقوق النقل، كثير من الفلوس موجودة عند للأندية عند الاتحاد وعند لجنة الاحتراف، وتقدر هي هذا الجانب وتقف في صف اللاعب، وفي الغالب أنها لا تعطي اللاعب أحقية فسخ العقد حتى لو كان اللاعب ينوي الانتقال إلى نادي خارجي. هذه المعلومات اللي عندنا، وأؤكد بأن الشرط الموجود في العقد هو أحقية الطلب بفسخ العقد، يعني حق له يطلب، لكن ممكن لجنة الاحتراف توافق وممكن ترفض. أبروح لك، وبالمناسبة ترى هذا الموضوع صار مع مختار فلاتة قبل فترة، يمكن ما طلع في الإعلام، لكن حسب المعلومات أنه مرة هالحالة على لجنة الاحتراف، ونادي الوحدة أرسل لجنة الاحتراف وقال لها إحنا ما دفعنا فلوس لأنه لنا مكافآت مسابقة، أعتقد كان الكاس، كان المركز الثالث حققها الاتحاد أو الثاني حققها الوحدة، كاس ولي العهد حققها الوحدة والمركز الثاني، فكان له مكافأة وقال ما وصلتنا المكافأة وإحنا مرتبين نعطي اللاعب على حسب موعد المكافأة وتأخرتوا فيها. طبعا الاتحاد السعودي يعني سكت هنا، ما أقدر يقول شيء في النهاية لأنه هو اللي تأخر في صرف الفلوس. أبو روح لك يا حمد، وبستفيد منك في هذا الجانب، أنت كنت عضو في الاتحاد السعودي في لجنة المسابقات، مدير كرة سابق، أكيد لديك مثل معلومات حول هذا الموضوع. ما أدري المعلومات اللي قلتها أنا هل تتفق معي فيها ولا تختلف؟
انت تبغاني اتفق معك كثير اليوم يا عادل. لازم بكل تاكيد بكل تاكيد كل الشروط اللي موجوده في العقود لازم في مرجعيه سواء الاتحاد المحلي او الاتحاد الدولي. طيب الموضوع هذا ما ينطبق بس على اللاعب محليا، حتى على اللاعب الدولي او اللاعب الاجنبي اذا صار في اخلال بشروط العقد يخاطب النادي انه تم اخلال بشروط العقد وعلى هالاساس انا حطالب بالغاء العقد، ويرفع الموضوع للاتحاد الدولي اللي يحسم الموضوع سواء بفسخ العقد او الابقاء عليه او وقوع غرامه، ولا يسمح للنادي ولا يسمح للاعب بتوقيع عقد مع نادي اخر او حتى المفاوضات الا لما يتم حسم الموضوع بشكل نهائي. طيب الحين يعني اللاعب من الاخر كذا يا حمد وبدون احراج، يعني يمكن يكون موقفك محرج بس احنا نبغى معلومه، يقدر سعود كريري الان ينتقل من الاتحاد؟ لانه نسمع من الامس الى اليوم سمعت اربع عندي ينتقل لها، يقدر ولا ما يقدر؟ لا قانونيا ما يقدر، قانونيا ما يقدر الا ان يتم حسم الموضوع من لجنه احتراف. بس عشان في حاجه مهمه يا عادل، النواحي القانونية واضحة وصريحة. طيب. لا يتم انه اللاعب يقدر يوقع اي عقد اخر طول ما هو عقده ساري، وعقده دائما راح يكون ساري لين يتم حسم الموضوع من لجنة الاحتراف. هذا موضوع انا اعتقد انه منتهي، اذا في شروط او في بنود في العقد اللي يحسم فيها هي المرجعية اللي الاثنين تحت مظلتها اللي هي لجنة الاحتراف. طيب. الاتحاد السعودي هي اللي تحسب الموضوع بشكل نهائي. مرت عليك يا حمد حالات قبل بأنه رفعت اشتكى نادي وراح لجنة الاحتراف واللجنة حكمت للنادي أو يعني أقرت باستمرار العقد، مر عليك هالحالة؟ وما مر علي الشرط هذا صراحة، يعني بأمانة الشرط أنا شايف أنه يمكن جديد أو زي ما تفضلت أنت يمكن كان مختار في اللاتة قبل كذا في عقده وأنا ما أعرف عنه، لكن العقد الشرط هذا يعني في إجحاف كبير صراحة بحق النادي. اللاعب أو الشخص اللي حط الشرط هذا أعطى مساحة كبيرة للاعب بضمان حقوقه بشكل كبير، وفي إضرار على النادي. يعني النادي اللي عارف إنه هو ممكن اللي يكون فيه تأخير، النادي اللي وافق على هالشرط يعني خلينا نقول نطفها وش نقول خذلتها الخبرة، هذا ألطف شيء. تفضل. والله مو خانة الخبرة، ظلم نادي. يعني خل الخبرة على موضوع على جنب، أنا أعتقد إنه الاتحاد فيه ناس عندهم الخبرة الكافية إذا كان الموضوع مر عليهم، لكن إذا في أحد سوى الموضوع هذا باجتهاد منه ظلم نادي أي شخص كان. لكن في نقطة مهمة، سعود كريري من أفضل اللاعبين المحترفين أداء وانضباطا وأخلاقا، ويوم يطالب بحقه بيطالب حتى كمان باحترافية. صحيح. يعني هذه شهادة حق في سعود كريري صراحة، من أنا عن وجهة نظري من أفضل اللاعبين اللي تعاملت معاهم أداء وخلقا صراحة وحتى احترافيا. يعني الرجل حتى في أيام الأجازة بيعمل نفسه برنامج تدريبي عشان لا يكون الأجازة سلبية، بيعمل فترات. صحيح. فالرجل فكره احترافي بشكل كبير جدا. نعم. فتعامله تعامل بشكل احترافي بعيدا عن عواطف والمشاعر، لكن في النهاية هو أكيد حاب أنه هو يبقى في النادي، ولا كان جاته فرصة قبل كذا. إذا أنت تذكر بداية الموسم قبل مرات الرائد برضو كانت اتفاقية قبل ما يوقع العقد. أيوة. وصبر الدفعة الأولى وصبر للدفعة الثانية، فيعني بيتعامل خلينا نقول باحترافية لكن فيها نوع من المرونة مع النادي بشكل جيد. أتمنى أن الأخوان في النادي يعني يحلوا الموضوع بشكل إيجابي داخل البيت الاتحادي. طيب خروجها بالشكل هذا يعني صراحة فيها. أنت في الاتحاد حمد، أنت في الاتحاد افترض يعني أنت في الاتحاد وانت اصلا في الاتحاد بس يعني من خلف الكواليس، واللاعب يبغى مثل سعود كريري اللاعب سعود كريري، هل فعلا الاتحاد، طبعا تعرف انه توجه المدرب الان يقول انا اتجه للاحلال والتجديد، واضح الشعر هو رافعه حتى صرح فيه في تويتر وفي كل مكان، هل ينطبق كلام المدرب على كريري ولا كريري يعتبره حاله استثنائيه لانه رجل مثل ما قلت انت يعني حافظ على نفسه ويضع له برامج خاصة ويعني خلينا نقول لسه ما عمره في الكورة لسه ما وصل لآخر يعني. أنا ما أعتقد إنه الكلام هذا ينطبق على سعود، يعني بالذات من المدرب هذا، من الأشياء اللي إحنا سمعناها منه
في أكثر من مرة. أنا أعتقد أن سعود بالنسبة له واحد من أهم اللاعبين اللي حاب أنهم يكونوا موجودين معه ويستمر معه. ما هو واقع تحت الإحلال أو خطة الإحلال بالنسبة للمدرب، سواء نتفق أو نختلف معها، لكن واضحة رؤيته وطريقته وطريقة تعامله واعتماده على سعود كريري. أنا أعتقد أنه بالعكس سعود قادر أنه يعطي كمان سنتين ثلاثة، لأنه منضبط داخل وخارج الملعب. طيب أنا شايف طريقك يا حمد، بخليك تفضل. إيش رأيك؟ أنا طبعا أتمم على كلام الكابتن حمد وهو عصر حمد كإداري، وأنا عرفت يعني عفوا عصر سعود كإداري، وأنا عرفت سعود كلاعب في القادسية في بداياته، رجل منضبط وملتزم حتى مع أقرب الأقربين له، حتى مع الإعلام الشهادة لله، رجل محترم حتى مع والدي الإعلام. يعني صراحة بار بوالدي سعود ومن خيرة اللاعبين يعني تعاملا، ولا أعتقد أنه سيغادر البيت الاتحادي، وهو من أهم اللاعبين في منطقة المحور في الكرة السعودية. لكن خلينا أنا أتناول الموضوع من جانب آخر، أنه يا أخي الوضع في الاتحاد يعني بات مخيفا حقيقة، يعني صار يعني نادي فجأة يعج بالمشاكل المالية. يعني اليوم أنا أقرأ مثلا في صحيفة المدينة للمستشار عمر خولي انتقاد قوي جدا وصارخ للإدارة التحديد بخصوص عقد الرعاية. كل الأمور تتمحور على الجانب المادي. المادي صح. يعني أتوقع لسه المادة حتحل كل شيء. يبدو أنه مجيء يعني الفريدي يعني كان يعني في نار تحت الرماد يعني، وأحد حرث هذه النار. وكأن عقد الفريدي أو تعاقد الفريدي هو بمثابة هذا الحارث لهذه النار. يعني أيوة اشتغل يعني. أنت بعد اشتغل. فيعني تحركت الأمور وانكشفت الأمور. أنا أحيي لاعبين الاتحاد أنه في خضم الأمواج المتلاطمة هذه بالمشاكل المالية وعدم السلام مستحقاتهم يلعبون ويكافحون، وكانوا قاب قوسين وأدنى منهم أن يوصلون المباراة النهائية في كأس أو في دوري أبطال آسيا، واليوم يعني يلحقون بالتعادل في الرمق الأخير. يعني صراحة أنا أحييهم، ولكن وضع الإداري والمالي مخيف جدا في الاتحاد. طيب. عموماً جانب نقطة مهمة أيضا أستاذ عادل، أنه يجب على اللاعب أن ينتقي حقيقة يعني وكيل أعماله. بعض وكلاء الأعمال مثل ما تفضلت أنت، أنك الآن سمعت أنه انتقل سعودي الأربع أندية، والله أنا من أمس اليوم سمعت صار يدلل على اللاعب، يعني بضاعة قاعد يدلل عليها، واللاعب يعني أكبر من ذلك، أكبر من أكبر يعني بكثير. يعني شوف حمد وش يقوله. حمد يعني صراحة من الناس اللي أنا معجب فيه كإداري وكمحلل، يعني رجل صادق ونزيه. يعني شوف كيف وصف سعود، وأنا أقول لك كيف كان سعود وقت ما كان في القادسية وتعامله معنا كإعلاميين. يعني سعود أكبر من أن تضع في هذا مزايدات أو مثل هالأمور هذه اللي قاعد يمارسها وكيل أعماله، خصوصا أننا نعرف أنه هو وكيل موقوف، هو مع خالد سمان أعتقد لمدة مدري 7 شهور أو كم تقريبا. فأنا أقول اختيار الوكيل، ثقافة اختيار الوكلاء، أيضا ثقافة العقود هذه يجب أن تكون نقطة مهمة في قادم طيب. الأيام. الآن سأذهب إلى فاصل، بعده أعود لمتابعة الجزء الثاني وفيه نتابع. ويسلي يواصل صدارة الهدافين ويقود فريقه إلى صدارة الدوري. الرائد يكتفي بنقطة من الاتحاد. ثلاثية جديدة للأهلي وفيكتور يلحق الشعلة بالاتحاد. أهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني، ضيوفنا سامي اليوسف وحمد صنيع من جدة، محض الألقاب للجميع. نبدأ الآن في مباريات دوري المحترفين. اليوم لعبت 3 مباريات جاءت نتائجها على النحو التالي: الهلال تغلب على هجر بـ2 دون مقابل، الاتحاد استطاع أن يتعادل مع الرائد بهدفين، الشعلة يخسر من الأهلي بـ3 أهداف مقابل هدف.
الهلال اليوم استطاع أن يواصل انتصاراته على حساب هجر، ولو أن الهلال غاب جزءا ما في الشوط الأول، ولكن ويسلي استطاع أن يقود فريقه كما قاده في المباريات الماضية بصدارة الهدافين وبهدفين، وصل بهم الهلال إلى الصدارة. معاذ الحميدي يلخص أهم ما جاء في المباراة. في الرياض حضر هجر ضيفا على الهلال لحساب الجولة 14 من دوري زين. الفرنسي كومباريه مدرب الهلال يدخل اللقاء بعدة تغييرات على التشكيل الأساسي، في حين دخل أبناء الأحساء واضعين نصب عيونهم تصريح مدربهم طارق يحيى بانطلاقة النتائج الإيجابية بلقاء الهلال. انطلق الشوط المباراة الأول وظهر هجر مجاريا للهلال ومقاسما له لحظات اللقاء. ركلة حرة مباشرة لهجر تتجه نحو المرمى الهلالي وتفلت من خالد شرحيلي. يهاجم بعدها الهلال ويستقبل الكوري يوب يونغ سو عرضية يواجه بها المرمى يطوح بها خارج الخشبات الثلاث. بعدها يعود هجر للكرات الثابتة التي ظهر معتمدا عليها، يرد الشلهوب بتسديدة يخرجها النجاعي ضربة ركنية. كومباريه يراقب بقلق والنجاعي يشترك مع الكوري بيونغ في منطقة الجزاء، والحكم يعلن ضربة جزاء انبرى لها المتخصص ويسلي لوبيز. ينتهي بعدها الشوط الأول بتقدم هلالي. يريح الهلاليين كثيرا الهلالي. طبعا هناك جوني ركسوزا من الاتفاق من أكثر اللاعبين. استمر الحال كما هو عليه في الشوط الأول، محاولات هنا وهنا دون خطورة. يبدو أن الأمور لم ترق لكومباريه ليدفع بالعابد والقحطاني. ما زال بعدها هجر يحاول الوصول للتعادل في ظل عدم فاعلية هلالية في الهجوم. المصري طارق يحيى يبدو متفائلا بالتعادل، يخرج رجيب ويدخل جودين أترام. ياسر يحاول في إحراز الثاني ولكن العارضة تتصدى للكرة قبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة. ويسلي لوبيز يتلقى عرضية محمد نامي يؤكد على ضمان النقاط الثلاث للهلال. نقول ألف مبروك للهلال، حظا أوفر لهجر. بعد المباراة نكتفي بحديث الأمير نواف بن سعد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال بعد غياب طويل مع الزميل عبد الرحمن الدحين. طبعا كل معلومات الاجتماع وخصوصا اجتماع مثل هذا موجودة لدى الأخ الكبير سمو الأمير بندر بن محمد، هو المشرف على تحضير الاجتماع هذا طبعا بالتنسيق مع إدارة نادي الهلال. بإذن الله أيا كان الحضور، يعني طبعا نتشرف بحضور سمو الأمير وليد ونتشرف بحضور جميع أعضاء شرف نادي الهلال. الاجتماع بإذن الله سيكون مهم. والله يعني أنا ما إحنا مكلفين بالرد على إشاعات يعني، لكن خليني أتكلم لك على 6 شهور. وما قال الأمير عبد الرحمن 6 شهور وسكت، قال 6 شهور ويكون لا يعني 6 شهور يكون الهلال بحاجته، يعني مو أي لاعب يدخل 6 شهور بس لأنه مثلا في نادي معين حندخل وناخذ. إذا كان الهلال مو بحاجته ما حنقرب أصلا المفاوضة. لا غير صحيح الحقيقة. أحمد الفريدي الآن متواجد في مهمة وطنية إذاعات في فترة متبقية من العام. بالعكس أنا المدرب بالعكس كان كلام أنه لابد من انتظام أحمد الفريدي بالتمارين مع زملائه، وإذا احتاجه حيكون موجود يعني من هنا إلى نهاية إلى آخر يوم في عقده. نكتفي بهذا الحديث فقط، لن نعرض اليوم كل اللقاءات لأنه الوقت ضيق، عندنا كثير من المواد وعرضت على الهواء في النهاية. سامي الهلال وهجر، الهلال اليوم يعني مفاجئ للمتابعين ولا طبيعي اللي ظهر عليه بحكم انه يلعب على الرائد اللي حري مع هجر اللي حريص على النتيجة ايضا؟ طبعا كومباريه كان في المؤتمر امس توقع انه صحيح يعني هذا المستوى من هجر اليوم قدم واحدة من افضل مستوياته حقيقة اللي انا شاهدتها له يعني في الموسم. الهلال غاب في الشوط الاول، الشوط الثاني كان حاضر خصوصا مع دخول نواف العابد وياسر قحطاني. المدرب اسهم في فيما حدث للهلال اليوم،
اللي هو يعني البطء في الأداء، تغير الأداء، يعني القلق اللي انتاب محب الهلال في الشوط الأول خصوصا بالتغييرات اللي أحدثها بعد ياسر الشهراني، ياسر قحطاني، يعني تغييرات داخل التشكيل في المراكز، ولكنه يعني تنبه في الشوط الثاني. أيضا أنا أضيف نقطة مهمة، هبوط الدروب الحاصل في لدى بعض اللاعبين مثل عبد العزيز الدوسري، عدم التركيز لدى بعض اللاعبين مثل اللاعب الكوري، يعني كان في الشوط الأول بالإمكان أن يحسم هدف على الأقل. هو من يوم ما جاء هو مركب صراحة، يعني هو صراحة من المؤيدين إلى يعني أن الفترة القادمة يعني يقول له شكرا يعني. لكن أنا ما أبغى أتكلم كثير في الجانب الفني، لكن بركز على نقطتين كانت في حديث عبد العزيز الدوسري، النجم الذي أنا احترمه كثيرا وأحبه كلاعب يعني مفضل لدي، وأيضا السيد كومبوري. عبد العزيز الدوسري قال في جملة مع الأستاذ عبد الرحمن الدحيم أن أنا كنت أبغى أسجل هدف لنفسي لكي أراضي الجمهور. ما ينفع يا عبد العزيز أنك أنت تراضي جمهور الهلال بتحقيق مصلحة شخصية أو مصلحة، أنا أعتبر هذه أنانية. في كرة في الشوط الثاني تقريبا ثلاث مرات يلعبها بنفس الطريقة، يعني بعدم تعاون مع زملاء اللاعبين وهو داخل الصندوق أو على مشارف 18. عبد العزيز يعاني كثيرا بهبوط مستواه حقيقة، يجب أن يلتفت وأن يغير من هذا المبدأ. كومبوري قال بعد المباراة ردا على أحد الأسئلة، وأنا استغربها، يمكن حمد يعني يشاركنا في هذا الجانب، أنه ما عندي تشكيلة ثابتة. استغرب يعني في بعض الأندية أو بعض الفرق، عندي 20 لاعب جاهز، بعض الفرق أو المنتخبات تعرف تشكيلتها، ما يتغير أو ما يطلع إلا لاعب فقط أو لاعبين لظروف معينة، إما إيقاف أو إصابة أو هبوط مثلا، لكنك فجأة يعني أو من مباراة إلى أخرى تغير نسق الفريق، لما تغير أربعة أو اثنين أو ثلاثة لاعب واحد ممكن يأثر، أربع لاعبين تروح ممكن يأثر على يعني رتم وعلى أداء وعلى نسق الفريق بأكمله. أنت طيب. ما يعني هو صحيح اليوم الهلال حقق الأهم وهو فاز وهذا الشيء المطلوب، لكن ما في مجال أنك أنت يعني تحدث مثل هذه الربكة ولا عنده ضغطي عشان تقول والله قاعد يريح لاعبين المباراة الجاية مثلا، في هو طبعا على مباراة الاتحاد يعني، ولا عندك أنت مشكلة يعني مع الانذارات يعني أو ما إلى ذلك. طيب خلينا أسأل حمد عن رأيه في هذا الموضوع. في الهلال مثل ما قال كومباري يقول بعد المباراة أنا عندي 20 لاعب جاهز، ياسر مع ويسلي قدموا ثنائية جميلة في كثير من المباريات، وحتى أصبحوا يعني علامة مميزة في الهلال، متناسقين وكأنهم يلعبون مع بعض من سنوات، مرة كوري مرة ياسر، مع ذلك المدرب يغير مثل ما قال سامي أكثر من لاعب. كيف تقرأ طريقة المدرب؟ هل تجدها صحيحة تتفق معه أم أنه يغامر بهذه الطريقة؟ والله شوف أنا من يمكن ثاني أو ثالث جولة وضح بصمات السيد كومباري طريقة اللي بيلعبها الهلال، الكرة السريعة، تبادل المراكز، الانتشار بشكل رائع جدا، الانسجام اللي حصل ما بين ياسر ووسلي، المدرب برضو كان له دور كبير في عملية التنسيق ما بينهم، توزيع الأدوار ما بينهم بكل تأكيد. لكن يعني اسمحوا لي أنا بختلف معاكم وبتفق معكم بريف في النقطة هذه. تدوير اللاعبين ترى فيها لها إيجابيات أكثر من السلبيات. أنا أتفق مع سامي في موضوع السلبيات، إنه بعض الأيام مباراة زي هذه حتشوف الفريق مش بالصورة المثالية أو بنفس القوة اللي أنت متعود عليها، لكن هذه حتخلق روح تنافس وحتخلق أشياء إيجابية داخل الفريق، حيكون لها أثار إيجابية أكثر من السلبية اللي أنت في مباراة، مع احترام الفريق هاجر، مباراة هاجر ما تعطي فرصة لبعض اللاعبين يلعبوا، لكن بالعكس في المباراة اللي زي هذه اللي أنت ممكن أنك أنت تعتقد أنك قريب من حسمها، انك انت تعطي بعض الاسماء فرصه عشان تثبت ذاتها، تلاقي يكون في ضغط على اللاعب الثاني، اللاعب ال11 اللي انت بتعتمد عليهم اساسيين ما هو جاي ضامن الخانه، حيشوف زميله بيشارك وبيساهم في صنع الاهداف. احنا شفنا سلطان البيشي في الموسم هذا كان بيقدم مستويات كويسه، اليوم نامي صنع الهدف الثاني بشكل جيد. بس يعني هذا يا حمد كل الادوار هذه وكل الاشياء هذه، خليني اوقفك شوي عند هالنقطه. هذا اللي نعرفه، يعني ما أعرف إذا كنت يعني عندك رأي ثاني، يحدث عندما نلحظ في يعني تراجع المستوى بعض اللاعبين، يعني لاعب شوي بدأ يتراجع المستوى يجي المدرب يعني زي اللي حذره ويقول ترى في لاعب ثاني جاهز ويلعب، لكن إذا اللاعب كان في عطاءه ما يحتاج إلى هذا الانذار مثلا. ثم إننا نتابع كثير من الفرق العالمية
لا أظنهم يعني أنا حسب متابعتي وأنت دائم تعيرني إني ما أتابع كثير، بس إنه يعني أظن إنه كثير من الفرق المشهورة يعني تعرف اللاعبين قبل المباراة، ما يحدث هذا التدوير يعني. أنت تتكلم عن ردة فعل الآن، يعني أنت تتكلم لما ينخفض مستوى اللاعب تبدأ تغيره وتضع اللاعب الثاني. طيب. في النقطة هذه حتكون خسرة اللاعبين، لأنه اللاعب الثاني ما هو جاهز. أنت ما بتكون تعطيه فرصة من هذا. في فرق بين الفعل ورد الفعل. الآن المدرب عنده قراءة مسبقة وواضح جدا. أنا أعتقد إنه لو تجي خلال 10-20 سنة الأخيرة جيب لي لاعب استمر مستواه خلال الموسم على نمط واحد. طيب. حتلاقي نوادر جدا. عموما يمكن المدرب انا اعتقد يعني مع التقارير الموجوده فضل انه هو يعطي اكبر عدد ممكن يعتمد عليهم فرصه ويعطيهم الجاهزيه يقدر يعتمد على اي اسم. انا اعتقد الهلال عنده اسماء كثيره، من الصعب انك انت ممكن تجزم بال11 لانه في بعض اللاعبين يقدروا ينافسوا بشكل جيد ويقدروا يعطوا من مباراه لمباراه بشكل افضل حتى كمان. طيب باختصار اقنعك ولا لا؟ انا اختلف مع شستر عشان لا تقول انه ما في تدوير. أتكلم عن مانشستر، أتكلم عن برشلونة مثلا. في أعتقد المباراة اللي الكثير تفاجأنا من راحة ميسي، في يعني إنما يلحق مثلا بمولر يعني يقترب لكسر حاجز أهداف الألماني مولر، لاحظنا أن الفريق كله تغير لأنه كان يواجه مباراة سهلة جدا يعني وشبه محسومة يعني. طيب. فعلا حسمها البديل، ولكن هي مباراة واحدة فقط، لكن على مدار الموسم في مباراة مهمة وحساسة نحو المنافسة على الدوري ما يمكنني أنا أغامر بتغيير 3 أو 2 لاعبين ممكن يهزوا الفريق. طيب. أضف إلى ذلك وأنا أيدك في الكلام أنه إذا كان لاعب في رتمه في تصاعد وأداء في تصاعد ممكن أني لما حط احتياط في مباراة في حجة التدوير أنا يصير عنده إحباط. طيب. ممكن أتكلم عن التحكيم في هذه المباراة بشكل سريع؟ إيه نعم، استغرب من الحكم يعني بلنتي واضح، المساعد هو اللي يحسب البلنتي ولا يتخذ أي قرار إداري بحق الحارس. طيب حنروح نشوف المباراة الجزاء الهلال. طيب. الصحيح يعني نشوف المباراة الثانية، مباراة الرائد والاتحاد، انتهت بتعادل الاتحاد مع الرائد، وسعيد العمري تابع المباراة وأعطانا ملخص كامل لما حدث فيها. ليلة الشرائع وضمن الدوري زين السعودي عندما حل الرائد ضيفا على الاتحاد، والذي تطالبه الجماهير الاتحادية من خلال هذا اللقاء بكسب النقاط 3 خاصة بعد مسلسل الهزائم المتتالية والمستوى المهزوز للفريق والغير مرضي لعشاق العميد. انطلقت صافرة حكم اللقاء عباس إبراهيم معلنة بداية الحصة الأولى، يبدأ لاعب الاتحاد الضغط على المرمى الرائدي في أكثر من هجمة مدروسة وواضحة، غير أن تألق حارس الرائد أحمد الكسار كان له كلاما آخر والذي استبسل أمام الهجمات الاتحادية. أخطرها كرة فهد المولد لتتوالى التسديدات الاتحادية من خارج منطقة الجزاء لفك التكتل الدفاعي للرائد الذي حد من خطورة الهجوم الاتحادي. استطاع مع بقية التشكيلة على فرض سيطرته بالشوط الأول والذي انتهى بتعادل الفريقين سلبيا، ليبدأ الشوط الثاني عكس الشوط الأول ببداية قوية من لاعبي الرائد، فكان لهم ما أرادوا في تسجيل هدف راقي وجميل من تسديدة عن طريق اللاعب عصام الراقي تخادع مبروك زايد معلنة هدف التقدم الرائدي في الدقيقة 53، ويرفض ديبا لونغا إلا أن يكون له بصمة في هذه المباراة، فكان له ما أراد بتسجيل الهدف الثاني بعد أن تلاعب بالدفاع الاتحادي في الدقيقة 55، ليعيد كانيدا من المدرجات ترتيب أوراقه واللحاق بالمباراة، استطاع من خلالها تسجيل الهدف الأول ليخلص النتيجة عن طريق المزعج للمدافعين دائما فهد المولد في الدقيقة 63. توالت بعدها الهجمات من الفريقين، هجمة هنا وهجمة هناك، إلى أن تمكن شافي الدوسري من تسجيل هدف التعادل بكرة رأسية ارتدت من حارس المرمى. يستمر الضغط الاتحادي محاولا تسجيل هدف الفوز استغلال الدقائق الأخيرة من المباراة، ليعلن بعدها حكم اللقاء نهاية المباراة بتعادل إيجابي بين الفريقين ومستوى مثير للاعبي الفريقين.
بعد المباراة سعيد العمري اختارنا مجموعة من اللقاءات واختصرنا في هذا التقرير. الحمد لله كنت أشياء معارف النتائج اللي كانت عرفتنا المباريات اللي قبل مع يعني نتائج سلبية ومستوى ما كان كويس للفريق، بس ما تشايف اليوم الحمد لله المباراة دي نازلين كنا يعني أمل وطموح يعني كان عالي من اللعيبة جميعا. الشيء اللي يعني كنا الفترة اللي راحت من اللعيبة دائما كنا في اجتماعات وكلام مع بعض إنه خلاص ننسى الماضي ونحاول نقدم كل ما عندنا، وخاصة وجهة الشابة قدم ما عندهم نشكرهم على الشيء اللي سووه اليوم، وحتى على الجمهور اللي حضر اليوم نشكرهم ونقول لهم يعني حاولوا يعني بشتى الطرق إن نحاول إحنا كلاعيبة إن نقدم الشيء المأمول اللي تتمنون من لعيبة نادي الاتحاد نسعدكم. طبعا الشوط الأول حافظنا إن إحنا نحافظ على مرمانا، طبعا إن إحنا ما يدخل فينا هدف والحمد لله، يعني اللي طلبه من المدرب تقريبا طبقناه في الشوط الأول. المدرب له أسلوبه وله فكرة يعني من قبل المباراة ومحضر لها كويس، فكان يعني من وجهة نظر إنه يغير لاعبين من بداية الشوط الثاني عشان نعطي دفع هجومي أكثر. إيش الفكرة كانت؟ الفكرة إن إحنا تقريبا نهاجم، يعني كنا الشوط الأول تقريبا الدفاع أكثر زي ما أنت شايف مضغوطين. الشوط الثاني الطلب من المدرب إن إحنا نهاجم أكثر ونركز على الأشياء الدفاعية. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه طبعا الفريق الرداوي تقدم علينا بهدفين وصعب علينا المهمة، لكن الحمد لله بعزيمة الرجال يعني اللي معانا الحمد لله قدرنا نعوض، وأعتقد المباراة كانت جيدة جدا لنا بالنسبة لنا. يعني قدمنا مباراة يمكن مع شقيق نادي الاتحاد مباراة كبيرة، أتكلم طبعا عن فريق يمكن نقول بالنسبة لنا يمكن يعني ضاعت منا 3 نقاط، يعني المفروض ان كنا نستغل المباراه، يمكن جبنا هدفين بدايه الشوط الثاني ما قدرنا نحافظ عليها. يمكن الاتحاد يعني طبيعي انه حيضغط حيرمي في كل اوراقه، بس توفق هو وجاب يمكن هدفين التعادل، وما قدر يمكن احنا ما قدرنا يمكن نحافظ على النتيجه. مباشره لحمد الصنيع، هل من اليوم الذي يستحق الفوز بعد هذا التعادل؟ هل هو الرائد أم الاتحاد وفقا طبعا لمعطيات المباراة؟ والله شوف أنا يعني شاهدت أغلب المباراة بشكل كبير. الاتحاد يمكن لعب واحدة من أجمل مبارياته في خلال الموسم هذا، غير الشوط الثاني اللي لعب قدام جوانزو اللي قلب فيه نتيجة، لكن الأمانة اليوم لعب مباراة جميلة جدا، كان فيها تحرك كان فيها نشاط، كان فيها عدم توفيق خصوصا مع نايف هزازي اللي اجتهد وقدم اللي عليه لكن ما توفق في 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 كم كورة كان ممكن أنه هو يسجل وتقلب النتيجة بشكل كبير جدا. الرائد قدم أداء جيد لكن الاتحاد كان الأفضل بكل أمانة. فهد المولد انا يعني اتمنى انه يكون في عنايه خاصه فيه، هذا بالفعل نجم قادم بقوه، نجم عارف الحدود اللي يتحرك فيها بشكل جيد، بيعطي في الملعب بشكل كبير برغم صغر عمره، استحق الفرصه اللي اخذها وثبت نفسه بشكل جيد. الرائد برضو انا اعتقد مع السيد عمار السويح وصل لمرحله خلينا نقول مرحله الامان نوعا ما، وبيقدم أداء جيد من مباراة لمباراة. طيب. لكن اليوم الأفضلية صراحة بكل أمانة كانت للاتحاد. باخذ رأيك بشكل سريع. الاتحاد قدم مباراة جيدة، أوافق حمد، يعني أعتقد تغييرات المدرب في الشوط الثاني لعبت دور، كانت تغييرات ناجحة. الخبرة أنا أعتقد فرقت في المسألة، أنه الاتحاد الآن قدم الشعلة جايب هدف في الثواني الأخيرة، اليوم يتعادل بتعادل طعم الفوز في الدقائق الأخيرة. بتكلم عن التحكيم برضو، الهدف الثاني للاتحاد اعتقد انه في شك انه تسلل. طيب في صافر ان شاء الله بكره، بكره هو صافر او لا مش بكره يوم السبت اكيد حيتكلم عن كثير من المواضيع والاحد. شوف المباراه الاخيره الشعلة والاهلي والتي انتهت بفوز الاهلي، الاهلي يواصل الثلاثيات بعد ثلاثيه الاتحاد، اليوم ايضا فاز على الشعلة بثلاثيه، وفيكتور عاد للتسجيل وسهل الغانمي رصد المباراه. ضمن الجولة 14 من منافسات الدوري الزين السعودي لكرة القدم، استضاف الشعلة على ملعبه بالخارج ضيفه الأهلي،
الشعلة دخل اللقاء سعيا للخروج بأقل الخسائر والظفر بنقطة لتعزيز موقعه بعيدا عن الخطر، بينما الأهلي والمنتشي عقب فوزه في ديربي جدة يسعى للاقتراب خطوة نحو المقدمة. الشوط الأول شهد في الدقيقة 10 ضربة جزاء للأهلي تقدم لها فيكتور سيموس مسجلا الهدف الأول. وعند الدقيقة 31 أدرك الشعلة التعادل بهدف نجمه حسن الطيب. يا الله يا المغربي، يا الله يا الطير يا الطير، يا سلام على الطير، لعبها في حلق المرمى الأهلاوي. ولم تكتمل أفراح الشعلة فباغتهم فيكتور سيموس بالهدف الثاني عند الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين لهدف. في الحصة الثانية لم يمهل فيكتور سيموس الشعلة فزاد من جراحهم بالهدف الثالث عند الدقيقة 47 لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثة أهداف لهدف، ويرتفع رصيد الأهلي من النقاط إلى 17 نقطة، بينما الشعلة بقي عند رصيده السابق 11 نقطة. نقول ألف مبروك للأهلي، حظاً أوفر للشعلة. فهد الطفيل بعد نهاية المباراة تحدث حديثاً مختلفاً ومع المختلف أيضاً ماجد التويجري. هارد لكم يا الشعلوية. عبدالله الفواز قبل ما يصير نائب رئيس أخو أنيا ما فيه مشاكل ولا في شيء، بس أنه تعرف في ناس دخلت بيننا وللأسف ذو الناس محسوبة يقولون إنه شعلاوي إنه مو بشعلاوي للأسف. تعال بلاطة، من اللي قال ومن اللي لا سأل. هذا حثالة ذولا، مو حثالة مو بشعلاوي. خلنا نختار بعض، ننطف المصطلحات شوي، بس على ممكن يعني تتحدث عن من حاول زرع فعلا التفرقة داخل البيت الشعلاوي. هذا هو صحيح، هذا هو منهم معروفين، هم معروفين يمكن اثنين ثلاثة معروفين هم، بس ان شاء الله تشوف الشعلة يعني ان شاء الله بتغير ظروفه، بس احنا تغيرنا، بس عندنا يعني معليش ظروف غير ما نقدر عليها، بس الى متى الشعلة مظلوم؟ ما خليتها على جنب. الى متى الشعلة مظلوم؟ يعني اعطونا انصفونا يعني عشان ما نقدر ندفع غرامة، ما نقدر ندفع شيء، عشان احنا ما عندنا فلوس، ما عندنا رعاة، ما نقدر نتكلم غير أكثر من كذا، بس انصفوا نادي الشعلة اللي ما عنده يقدر يدفع شيء لو تكلمنا عنهم. فاول قبل كذا، بس أنا يعني ثقتي بالسيد عمر، ثقتي بحكامه، ثقتي بأولاده اللي هم الحكام، أنا أعتبرهم إخواني، بس أبغى إنصاف للشعلة، أبغى إنصاف للشعلة، ما لي أنا أبغى أحد ينصفني، أنا ألعب فينا يعني تسلم مني النتيجة بالدقيقة 94. طيب يقولون لك أخطاء، طيب يعني أخطاء مباراة اتحاد بلنتي، بعده يجيني يقول لي لك فاول ضربتين، طيب ايش استفدت لي بلنتي اللي قالها عبد الرحمن زيد، اللي قالها الفودة، اللي قالها عمر المهنة في ذا، طيب إلى متى؟ انصفني في الملعب، أنا ما أبغاك تنصفني برا الملعب. لا ما في غرامة، أنا ما أخطأت على أحد، أبغى إنصاف للشعلة، بس أبغى أحد ينصفني، بس يعني ينصف نادي الشعلة. يعني معليش إلى متى وأنا يعني ما باقي له كم 12 مباراة، إذا ما جبت شيء بال 12 مباراة هذه خلاص أول هابطين. سام والله يا أخي فهد طفيل يعني أعرفه كأخ و قريب وصديق وكل شيء، يعني أعرفه رجل مخلص وفي للخارج وللشعلة، عرفته من كان مشجع للشعلة ومن عائلة طبعا خدمت النادي، هو يتكلم بحرقة وبألم. الشعلة عانت حقيقة هذا الموسم من التحكيم مثل أي فريق، يعني يمكن مباراة الاتحاد
خير دليل. اليوم الشعلويين يتحدثون، أنا ما شفت المباراة حقيقة، لكن يتحدثون أنه ركلة الجزاء غير صحيحة وأنه الهدف الثاني جاء من الأساس كان خطأ لهم. أيضا في هناك يعني مثلا ناس من قريبين مثلا من النادي لا يهمهم مصلحة النادي أو بقاء النادي، فيعني يعملون من الحبة قبة زي ما يقولون عبر منتدياتهم أو صحفهم أو ما إلى ذلك لمحاربة نادي الشعلة. أنا أتمنى أنهم يتكاتفون مع نادي الشعلة. طيب. الشعلة هو الآن سفير الخارج طبعا، ما في شك يعني. أنا أقول لك هو فهد أنا أعرفه رجل يتكلم بحرقة حقيقة. طيب. أتمنى أنه ينصف التحكيم نادي طيب. الشعلة. أنا بخلي الشعلة، وأتمنى أنه يبقى صراحة. طيب. الشعلة في لأنه الشعلة قريب منك بخليك تكلم عن الشعلة، بس بخلي حميد يتكلم عن الأهلي. نعم. وبسألك هل نستطيع أن نقول، إذا سمحت لي باختصار لما عندي وقت بطلع فاصل، هل نستطيع أن نقول أن أهلي اليوم أثبت أن ما كان يمر فيه هو عبارة عن شيء نفسي فقط وهو آثار لفرق الطموح ما بين آسيا والدوري المحلي، وأنه الآن بدأ يعود وانتهت كل مشاكل؟ هل هذا الكلام منطقي؟ بكل تأكيد عشان نختصر بأسرع شيء، أنا أعتقد أنه الأهلي عنده كل الإمكانيات أن يعود للمنافسة مرة ثانية. صحيح المسافة بعيدة شوية، لكن الخطوات اللي ماشي فيها هي الخطوات الصحيحة. أنا أعتقد الفترة الشتوية وفترة التعاقدات الثانية حيكون في إضافات قوية، إذا جاء أسامة هوساوي مع لاعب صانع ألعاب أجنبي بشكل جيد يعطي إضافة للفريق، حيكون شكل الأهلي بشكل مختلف تماما عما شفناه من بداية الموسم. طيب تذهب الآن إلى فاصل، بعد الفاصل نعود لمتابعة الجزء الأخير من الملعب وفيه. في كأس الاتحاد العربي للأندية، سهلة للنصر وقريبة من الفتح. فتح الجبال، البطولة العربية لم تبدأ بعد. في لمحة مشرفة، سفير الجنوب يستقبل ضيوفه على الطريقة النجرانية. أهلا بكم في الجزء الأخير من الملعب، ضيوفنا سامي اليوسف وحمد صنيع من جدة. الآن نفتح ملف المباريات الغد في كأس الاتحاد العربي للأندية. النصر والفتح يلعبون غدا مباراة الإياب في هذه المرحلة، حيث يستضيف الحد البحريني النصر السعودي، والبقعة الأردني يستضيف شعب اليمني، والشباب الظاهرية الفلسطيني القوة الجوية العراقي، والفتح السعودي يستضيف العربي الكويتي. النصر يلعب بعد فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة كبيرة، يبدو مطمئنا لنتيجة الذهاب ولكنه بالتأكيد حذر. عبد العزيز الحباني يقرأ المباراة. بالدور الأول من كأس الاتحاد العربي، يحل فريق النصر السعودي ضيفا ثقيلا على فريق الحد البحريني في المنامة. العالمي يدخل اللقاء بعد فوزه في مباراة الذهاب بثلاث أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها الإكوادوري أيوفي من ركلة جزاء. واللاعب الشاب سعود حمود بعد دقيقتين فقط من الهدف الأول. ختم مسلسل الأهداف النجم محمد السهلاوي برأسية ولا أروع. النصر بالفرص الثلاث، إما فوز يعزز التفوق أو التعادل أو خسارة بهدف أو هدفين،
كل هذه الاحتمالات كفيلة بتحقيق التأهل، إلا أن مدرب النصر كارينو لن يبحث عن هذه الخيارات، فخياره الأول والأخير الانتصار والعودة من أرض البحرين بفوز يثبت للجميع نية الكتيبة الصفراء على الظفر بهذه البطولة. في الجانب الآخر، فريق الحد البحريني لن يكون خصما سهلا، لا سيما وهو يلعب على أرضه وبين جماهيره، وما تصريحات المدرب إلا دليل على التمسك بفرصة التأهل رغم صعوبتها. فهل تقول كرة القدم كلمتها وتحقق مراد الحد البحريني، أم أن أبجديات الكرة ستقول للنصر مبروك التأهل؟ لبرنامج الملعب، عبد العزيز الحقباني. فريق النصر غادر اليوم الرياض متجها الى العاصمه البحرينيه المنامه. في المغادره كان عبد العزيز الحميد ينتظره. بالعكس، يعني مباراه يعني بتكون صعبه علينا بغض النظر عن مباراه اللي راحت. صح انه فزنا بنتيجه كبيره 3-0، لكن ما باقي 90 دقيقه، وزي ما سجلنا 3 اهداف ممكن تجي اكثر. بالعكس، يعني نروح المباراة هذه وننسى نتيجة الذهاب. عندنا مباراة مهمة إن شاء الله، إذا أعطيناها حقها واحترمنا الخصم إن شاء الله بناخذ النتيجة بإذن الله. المباراة اللي راحت إلى الدقيقة تقريبا 70، يعني كنا مختفين تماما عن المباراة. يمكن البلنتي هو اللي ساعدنا وسجلنا هدفين. الفريق الخصم يعني أعطانا المباراة بعد الهدف الأول. يمكن يكون مثل المباراة هذه، تكون مثل المباراة اللي راحت. ما نبي يعني نستعجل او نكون حذرين في البدايه، وباذن الله ان شاء الله يعني نتاهل للدور اللي يعني مباراه يعني نعتبرها مباراه خروج مغلوب. الحمد لله يا رب وفر لنا المباراه الاولى في الشوط الاول. باقي الشوط الثاني يعني الحمد لله يعني كان في وقت طويل ان نرجع لمستوانا، وان نخطط في المباراة. يعني المباراة هذه الجاية نخطط لها أحسن تخطيط. المباراة صعبة إن شاء الله، بإذن الله نسهلها علينا إن شاء الله بجهود إخوان اللاعبين. زي ما قلت أنت بداية كلامك، يعني هي الرسالة واللي نوجهها ونحب نوجهها لأنفسنا قبل كلاعبين، إنك أنت لما تسوي شيء كويس لازم تواصل على إحنا قدمنا نتيجة جميلة صراحة الذهاب، لازم نواصل على نفس النهج، نرجع بنتيجة إيجابية. طبعا هالشيء يحتاج لعمل داخل الملعب، وان شاء الله هذا ان شاء الله بيد اللاعبين والجهاز الفني. طبعا الرساله او اللي اتمناه يعني انه يعني في البطوله هذه لازم ناخذها مباراه، يعني كل دور بحد ذاته نهايه انا اعتبره، بغض النظر عن الخصم او ما يقال في الاعلام. انا اعتبر كل مباراه صعبه. الان عندنا اياب، ما يعني في اريحيه عندنا في الذهاب، لكن لازم زي ما قلت نواصل على النجاح، انك تقدم اداء ونتيجه طيبه في الاياب. اتمنى ان يعود النصر بالتاهل. الفريق الاخر الذي يشارك ايضا عربيا وهو متصدر الدوري السعودي حتى قبل مباراه الهلال اليوم، ولكنه يقاسمه الصداره ويتقدم الهلال بفارق الأهداف. بالتأكيد الفتح هو يلعب مع العربي الكويتي، خسر منه في الذهاب ولكنه لا يبدو بعيدا في النتيجة. نتابع الآن تقرير لعبد العزيز الحقباني أيضا عن هذه المباراة. الفتح في كأس الاتحاد العربي، يستقبل فريق العربي الكويتي في إياب الدور الأول على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء. النموذج يدخل المباراة بعد أن خسر من العربي بثلاث أهداف مقابل هدفين في لقاء الذهاب. الفتح استطاع تقليص الفارق على أرض الكويت بعد تأخره رغم ظروف المباراة بعد طرد المدافع سيسوكو في أول 20 دقيقة. جماهير الأحساء ستكون على الموعد بعد أن فتحت الإدارة مدرجات الملعب بالمجان لمساندة فارس الأحساء لتحفيز اللاعبين وتحقيق التأهل من أرضه
بفوز يؤكد استمرار تألق الفتح في جميع البطولات. المدرب فتح الجبال أكد أن عينه على الفوز ولا غير الفوز، خصوصا إذا تكاتف اللاعبين فيما بينهم وأظهروا الوجه الحقيقي لعين الأحساء فريق الفتح، فهل يحقق النموذج الانتصار ويزرع البسمة على شفاه جماهيره الذواقة؟ لبرنامج الملعب عبد العزيز الحباني. المدرب فتحي الجبال وهو بالتأكيد أحد أشهر المدربين الآن في السعودية إن لم يكن أشهرهم، تحدث اليوم مع الزميل بدر رافع عن البطولة العربية وعن موقف فريقه. منا بالنسبة لنا احنا منا وضعنا في منا وضعية اللي من أمام حتمية الفوز. الفوز منصب ضد فريق كبير يبغى له منها مجهود كبير، وهذا اللي حضرنا له الحقيقه، هذا من هذا اللي حضرنا له منها طيله الاسبوع، وان شاء الله منصب اللاعبين منها بالرغبه اللي عندهم وبالتعطش اللي موجود على مستوى المسابقات الاقليميه وباحساسهم وانهم يمثلوا مدى الوطن، الاحساس هذا خلاهم يضاعفوا المجهود ومنها وانتظر منهم الحقيقه منها بكره انتظر منا مجهود كبير ومنا عطاء كبير عشان منا يهدي وتاهل هذا من الجمهور. والله ما اخفيك احنا اول مباراه لما رحنا هناك وحتى في البرنامج بتاعنا حاطين وانه عاوزين منا نسجل جول هناك، الحمد لله منا سجلنا جولين، لكن الشيء السلبي وان قبلنا 3 اهداف، هذا منا كما قلت لك هذا يخليك في حتميه وانك يلزمك تفوز. الفوز منا كما قلت لك يبغى له منا كما يقولوا منا كما يبغى له تركيز كبير ويبغى له شغل كبير على مستوى 90 دقيقه كامله، ومنا حتميه تفوز ومنا الفوز ومنا 1-0 او فارق اكثر من منا 2 اهداف منا يظهر لي هذايا منا متاح بالنسبه للاعيبه منا بالنسبه مثلا لاعبي الفتح لو اعطوا مجهود كبير ومنا راحوا كثير قدام. معناها بالنسبه لل معناها بالنسبه لهذه البطوله العربيه انا اعتقد لو وصلنا واحتكينا بالفرق الافريقيه اللي اعرفها معناها مميزه ستايل ثاني في اللعب، هذا بالعكس هذا بالنسبه لنا احنا اضافه كبيره، وهذا بالنسبه لنا احنا يعطي حتى خبره اكثر بالنسبه معناها بالنسبه لكل مثلا اللاعبين، وهذا اللي ما نبغى له احنا نبغى انه نحاول قد المستطاع وانه نستفيد من هذه البطوله هذه، وليش لا مثلا شرف الوطن معناها تشريف اللي احنا عاوزين وان نوصل لاكثر مدى قدام. سامي طولنا على الضيوف بس عشان نتكلم عن المباراتين مع بعض عشان الوقت، لان باقي مباراه نجران، فبروح لحمد وبسالك عن النصر والفتح. مثل ما قلنا هل تتفق بانه سهله على النصر ويعني قريبه من الفتح ولا تختلف معنا؟ ما راح اقول لك باختصار وانت فاهم يعني الوقت وكيف يعني. طمني انا سامي بس اهم شيء. لا طيب ما عليه. شوف بكل امانه انا طبعا اتفق معك، النصر سهله وان شاء الله باذن الله كمان هو يسهل على نفسه في المباراه، مجرد انه النصر ان شاء الله باذن الله يتوفق من البدايه انه هو يسجل هدف معناه انه تقريبا حسمت الامور بشكل نهائي. 3-0 نتيجه كبيره ونتيجه جيده ونتيجه مريحه النصر، لكن ما الواحد ما يضمن ايش مجريات المباراه، فمجرد انك تسجل هدف معناه انه الفريق الثاني لازم يسجل 5 اهداف، وهنا تكبر الصعوبه. انا اعتقد مجرد تسجيل هدف ينهي المباراه وحتى ينهي اي حماس موجود عند الفريق المقابل وتمر المباراه بهدوء ويخرج النصر ان شاء الله باذن الله فائز في الرياض وفي البحرين باذن 1-1. طيب الفتح اقول لك كابتن فتح الجبال، اول حاجه انتم شرفتونا لسه مش ما ننتظر المباراه هذه، شرفتونا من اول مشاركه لكم. الشيء اللي انتم بتقدموه صراحه غير مفاهيم كثيره عند انديه كثيره وعند ادارات كثيره، الشيء اللي بيقدمه نادي الفتح يشكرون عليه الجميع، لاعبين، اداره، اجهزه فنيه، الفكر الاحترافي اللي موجود عند اداره الفتح انا اعتقد كان درس نموذجي. طيب. من النادي النموذجي لاكثر من شريحه موجوده في المجتمع الرياضي. سامي طبعا ما في شك انه النصر مثل ما قال حمد يعني سهل عليه في مباراه الذهاب، ولكن في الخلفيه في الذاكره في الصوره الذهنيه
يعني حادثة أو مباراة زعبيل طبعا في النتيجة طبعا مو طبعًا في الأحداث في النتيجة خلينا في النتيجة أحسن فيعني يجب أن يحتاط اللاعبين وأن يحتاط اللاعبون وأن يعني يعتمدوا احنا دائما نطالب فيها في دوري آسيا خلينا في العرب أيضا نطالب فيها ثقافة الذهاب والإياب مثل ما قال حمد يعني أنت تبادر في البداية للضغط تضيق وأنت أصلا تلعب في ملعب مساحته صغيرة ليس مثل واحتاط المدرب وكارينيو يعني عرف الآن قدرات اللاعبين طيب. أكثر يعني الفتح. في البداية أنك تسجل هدف تنهي الموضوع الفتح سهلة ولا صعبة عليه ولا ممكن والله يسويها صعبة أنا برجع أقول أن الفتح ما لعب في مباراة الذهاب بالثقافة هذه اللي احنا نبحث عنها ولكن أرجع وأتمم على كلام حمد أنه الفتح أقول لهم يعني شرفتون يعطيكم ألف عافية الموسم هذا حقيقة الفتح في الدوري محليا وخارجيا يعني كان خير سفير لكرة الأحساء محليا وللكرة السعودية عربية. طيب بنبقى في الفتح وطيب بنبقى في الفتح وطبعا بدر رافع تعب اليوم من اللقاءات وقرر يسوي فقرة اللاعب المراسل اللي هي نعطي اللاعب المايك ونقول تصرف في النادي. عطينا اليوم المايك لربيع سفياني وقلنا تصرف أنت وضميرك في النادي في فقرة اللاعب المراسل. كيف الحال؟ كيف الحال؟ مية شو اخبارك؟ سوارك ماي فريند. كيف جاء انت موقف انت؟ كيف المباراة بكرة؟ بكرة مباراة كابيل تركيز. الحمد لله شوية. ان شاء الله بكرة سكور؟ ان شاء الله بكرة سكور. الفاتي وين ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله. معلوم ما في معلوم. سكور تمورو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. خوزي هاو ار يو؟ ام فاين. جاهز بكره؟ ان شاء الله. وين بكره؟ تركيز تركيز. سكور ان شاء الله. جمهور طيب؟ طيبين طيبين. بكره مجهزة مايا زمايل. كيف الحال؟ بعد ما اعتزل في النادي بعدين. كم سنة؟ 20؟ بعد ما اعتزل في النادي. كيف الحال وراش؟ تصريح هذا. تمام. حياك الله. الله يحييك في ناديك. نورتنا. ما علمتوا زين. بعدين نورت التمرين اليوم الحلقة والأجواء. الله يخليك منورة بالأخ بدر والسعودية الرياضية. وش ناقص بكرة؟ ناقص فوز بكرة. ولا ما فيها؟ لا ان شاء الله باذن الله ما فيها باذن الله. ما اقول مو بزي مباراه الجهره. انت عارف مباراه الجهره سويتها اللي بالسته هذيك. لا 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 الفرادة. لو يبغى يضيعها ما ضيعها. لا ان شاء الله بكره انا فوز ابو راشد باذن الله. الله يعافيك. كيف مباراه بكره كابتن؟ مباراه بكره عندكم انتم. عندك اول بعدين لا عندكم انتم. انتم انتم اصحاب الشان الاول. ان شاء الله ان شاء الله. ابو سعد كيف الحال؟ لا لا في المؤتمر ما حضرت. لا ان شاء الله اجل بكره نوريهم في الملعب مؤتمرهم. كيف الحال؟ كيف الحال ابو سعود ابو علي؟ هلا هلا. كيف الحال؟ الله يحييك. تمام الحمد لله. وين اوراقك؟ وين ذا يا مدير الفراغ؟ يلا روح المكتب. كيف الحال؟ الحمد لله الحمد لله. مبروك صفقه جديده. مين؟ مين في صفقات؟ الصفقه الجديده هو ترى هو صفقة جديدة. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. وبكرة في صفقة جديدة إن شاء الله في الملعب بتسوونها لنا إن شاء الله. كلنا نفرح مع بعض بإذن الله. بإذن الله تعالى. خلينا ندور اللي يضحك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ أنا حبيبي ربيع. شعلومك؟ والله الحمد لله. ها جاهز فوز بكرة؟ إن شاء الله بإذن الله. أنت مش كنت كل التمارين هزيمة هزيمة التقسيمات هزيمة؟ بس مباراة نفوز. شايف كذا؟ الحمد لله. أهم شيء أهم شيء المباراة؟ والله أهم شيء. أول مرة أشوفك تصرف عشان ربيع اللي جاني الحين. حبيب قلبي والله لك مني كيف. بكرة إن شاء الله يا أبو موسى. لا التمرين اليوم أفوز. لا خلها بكرة. طيب بكرة خلاص ما في مشكلة. كيف الحال عزو؟ أهلا أهلا. ها جاهز بكرة؟ ما يحتاج. تمام ما يحتاج. سؤال السيدو والله ايش اسال فيه؟ دائما مهزوم في التمرين، دائما يصرح انه بيفوز وينهزم. شكرا لبدر رافع متخصص في هذه الفقره ويبدو فعلا ان الاجواء مختلفه في الفتح.
واللي شاف التقرير اليوم يعرف ليش الفتح في صدارة الدوري. نروح نشوف نجران حيلعب بكرة مع السالمية الكويتي في البطولة الخليجية، طبعا غير منقول لدينا. أهل نجران هي أول مباراة لفريق خارجي في نجران، ونجران أول مرة يشارك في بطولة خارجية. استقبلوا كعادتهم طبعا، قدموا صورة بالتأكيد مشرفة لإكرام الضيف، ولكن على الطريقة الجنوبية النجرانية. في مقطع انتشر على اليوتيوب مصورينه ما أعرف والله، بس احنا أخذناه بعد إذن صاحبه ونعرض لكم بطريقة، لأنه كان يعني حقيقة جميل ويقدم صورة مشرقة. مرحبا باسم امير المنطقه واعيان سكانها، الشحم فالكم والعود الازرق والعلاقه وثيقه بين شعب الكويت ومملكتنا علي شانها. الله يحييك. الله يحييكم باسم الجميع الحقيقه، واللون هذا هو لون الدامن واشهر الالوان الشعبيه في نجران، والحقيقه الشباب الموجودين حبونهم يقدمونكم هذا اللون ترحيبا بكم وفرحة بكم، ومسؤول عن نجران كلهم من سمو الأمير إلى أصغر حقيقة. أنا أشكر الأخوان في نادي نجران الرياضي هم تحملوا الفرصة في النشاط. الشباب اللي تشوفون منهم الدكتور ومنهم المهندس ومنهم المعلم، وجايين هنا رغبة منهم داخلية في الترحيب والتعبير عن فرحة بكم، وإن شاء الله الليلة راح نقدم لكم بعض الألوان الأخرى مثل الرزفة ومثل الطمور، وهي الحقيقة أقل تقدير نقدمه لكم، واعذرونا إذا كان في تقصير. الله يحييك. شكرا لأهل نجران، وفيتوا وكفيتوا في هذا الاستقبال المشرف. هذا يمكن أفضل شيء ممكن نختم فيه. سامي ايش تقول في الختام؟ أقول شكرا لأهل نجران حقيقة على يعني هذا التقدير وهذا حسن الاستقبال، وهذه من يعني عاداتهم وتقاليدهم وسلومهم حقيقة. أنا أعرف أهل نجران جيدا ولي أصدقاء عزيزين. نعم. وسبق أني رحت فترة من فترات وقبلت بكرم وحفاوة كبيرة. سوى إكزامن نفس كذا؟ لا، لي صديق اسمه حسين بن عويض اليامي كان نعم الأخ والصديق. شكرا لك. لك وشكرا لكابتن حمد. شكرا تواجدك. شكرا أبو يوسف. شكرا لك حمد، إن شاء الله عجبتك الخاتمة. لا بيض الله وجههم صراحة، يعطيهم ألف عافية وما قصروا صراحة، وهذه واجهة مشرفة صراحة لل لأهل نجران. بس ما شفت حسن اليامي بينهم، كنت
الصورة مية واضحة عندي. ما أدري والله موجود ولا لا، لكن هذا استقبال شكر لعدد من أهالي نجران. بس حبيت أشكرك عادل وأشكر الأخ سامي، وإن شاء الله نكون ضيوف خفيفين اليوم على مشاهدين برنامج المباراة. شكرا لك حمد، شكرا لحضورك، شكرا لسامي اليوسف، شكرا لكم مشاهدين الكرام على المتابعة. تحيات فريق الإعداد اليوم بقيادة عايض القحطاني، مدير التحرير محمد ثواب، معاذ الحميدي، وسعيد العمري، عبد العزيز الحكماني، سهل الغانمي، ومفرح زرقان، وبرجس القحطاني، وزميلنا أيضا عبد الله الحرازي. غدا إن شاء الله حلقة جديدة من الملعب، نستودعكم الله، وتحيات أيضا مخرجنا علي المالكي الرشيق، وزعلنا أول حلقة الرشيق علي المالكي. إلى اللقاء.